تناولت حبوب منع الدورة في رمضان، وكان ينزل لدي شيء من القدرة اليسيرة، وكنت أتوضأ لكل صلاة. هل أقضي تلك الأيام أو ليس علي قضاء؟ يعني تسأل هل القدرة تمنع من تعتبر من صحة حيض؟ الصوم؟ أي. الجواب لا، القدرة ليست حيضا، لا قبل نزول الحيض ولا بعده، لقوله أم عطية رضي الله تعالى عنها وهو في صحيح الإمام البخاري: كنا لا نعد القدرة شيئا. وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد القدرة بعد الطهر شيئا. وبعد الطهر هنا أخذ منهم بعض العلماء أنه إذا كان قبل الحيض فهو معتبر، والصحيح أنه بعد الطهر، يعني بعد انتهاء الحيض المعروف، وبالتالي يشمل هذا كل المدة إلى مجيء الدم الصريح. وعليه فالقدرة التي تسبق نزول الحيض ليست بشيء، لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الصوم، فالصوم فيها صحيح والصلاة فيه واجبة.